أكد نائب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية ضرورة وقف الأطراف المتصارعة بالسودان للقتال فورا لحقن دماء الشعب السوداني وحذر نائب مندوب مصر بجامعة الدول العربية من مخاطر التدخل الخارجي في الصراع السوداني مشددا على خطورة محاولات تدويل القضية فإلاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني يجب أن تظهر من خلال مبادرة الأطراف ببذل كافة مساعيها لحقن الدماء وهو شرط أساسي للعودة للحوار السياسي الحتمي الذي يمكن من خلاله حل الازمه بشكل شامل، وبما يعالج اسبابها الجذريه ويلبي تطلعات الشعب السوداني من استقرار وتنميه. وهنا تتقدم مصر بخالص التعازي لضحايا الشعب السوداني الشقيق جراء الصراع الدائر. اثبتت العديد من التدخلات الخارجيه بغض النظر عن النوايا المعلنه انها لا تاتي بالخير للدول وشعوبها. وتفتقر للخبرة الكافية بما يؤجج الصراع ويعمقه ويقود سيادة الدولة ووحدة أراضيها ويهدر مقدراتها لأجيال قادمة كما ينذر بتوسيع نطاق الصراع ليأخذ أبعاداً إقليمية وخيمة وتحذر مصر من أي محاولات للمتاجرة السياسية بالأزمة أو تدويلها لتحقيق مكاسب لأطراف خارجية على حساب دماء الشعب السوداني الشقيق